حلاوته الحلا جيبه جايز يكون الحلا أصعب لكن مبروك أما الحرام يا حرام ضميري هو نصيري راحت بالي هتبقى مصيري ولا هشتكي من قلة بخت هقدر اعيشها بالمعروف مش راح ابيع واقول دي ظروف سر الهنا مش قصر ويخت ده بكره تبقى كبوسنا يمكن برضو تحني رؤوسنا لو ما كانتش بشقة وبكتف واللي في جيبنا ما يستر عيبنا جايز يجي في يوم يحاسبنا هنروح اخرت لي يا ابني جادي عمدة اطلب لك اغلى سندوتش اغلى سندوتش انت فاجئتني ايه يا ابني لعبت معاك ولا ايه كانت ازمه وعدت حتى بفكر ان اتبرع بفلوس للفقراء بس ما اعرفش اروح فين دي دار ايتام طبعا فين دي انا اخدك من ايدك اوديه بس اهم حاجه يكون عندك نيه التبرع فعلا نيه التبرع انا جاهز في اي وقت جاهز من دلوقتي طب يلا بينا الله الخير ما يتأجلش مستني ايه مستني اخلص السندوتش ولا اروح اتبرع للفقراء انهم ياكلوا وانا جعان يا سام بالراحه كده بهدوء الخير فعلا ما يتأجلش بس يعني يتاخر سنه كده لحد ما يعزمنا على كبده اسكندراني دي فرصه تاريخيه مش هتتكرر ده انتوا جوز تفصين ايه مفيش احساس اطفال الشوارع مش لاقيين ياكلوا وانتوا همكم على بطنكم قوم يا ابني انا عرفت ما بتسكتش طفحتنا الاكل بالسم الهاري اللي قالته ده يلا مش فاضيين يلا سيبوا للتنفس ده بالهنا والشفا يا عمده قوي 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 وانت كمان وحشتني لو كنت وحشتك بجد كنت سمعت كلام اللي قلت لك في التليفون يا سلام ما انت بتقولي تعالي البيت وبعدين انت ناسي ان احنا في امتحانات وبعدين بيتك في مصر الجديده والله يعني مشكلتك بس ان انا بيتي بعيد وفي مصر الجديده لا طبعا مش قصدي كده بس انا مش لاقي اي سبب اصلا ان انا اجي لك البيت طب ولو كان السبب حلوه قوي بس دي بمناسبه ايه دي بمناسبه عيد ميلادي عيد ميلادك كان امتى امبارح طب وليه ما قلتليش يا لؤي انت بتستهبل ما انا حبيبتي حبيت اعمل لك مفاجاه لا بس المفروض عيد ميلادك يبقى انا اللي اجيب لك هديه مش انت خلاص يا حبيبتي خدي هديتك وانا وانت واحد اخدها بس بشرط قولي تيجي دلوقتي معايا ونلاقي الهديه اللي تعجبك اوكي
موافق. طب يلا يلا بينا. شكلها هتظبط. ممكن اعرف انت واخده الشنطه دي ورايحه على فين يا دينا؟ رايحه في 60 داهيه. خلاص انا مبقاش ينفع اقعد معاكوا هنا تاني. انت اتجننتي؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ هو ايه اللي حصل عشان تعملي كده؟ عشان اختلاف وجهات النظر بينك وبين سهام؟ عايزه تسيبينا وتمشي؟ يا بنتي دي غلطه، وانا اعصابي بتفلت مني فجاه، ممكن اعورها، عشان كده لازم امشي. طب ممكن بس تسيبي الشنطه دي؟ لا سيبيها انت، انا لازم امشي بقولك. انت مجنونه؟ عايزه تسيبينا وتروحي على فين؟ مالكيش دعوه انت. انت زعلانه من سهام ليه؟ دي بتحبك وبتخاف عليكي. صدقيني هي بتعمل كده عشان مصلحتك يا دينا، احنا كلنا بنحبك وخايفين عليك. وصدقيني انت كمان، انا مش زعلانه منها ولا من اي حد، بس انا خلاص ما بقاش ينفع اقعد هنا، لازم اشوف سكن تاني. طب ممكن اعرف هتسيبينا وتروحي على فين؟ بعدين بعدين هتعرفي. السلام عليكم. صباح الفل ابو يا برنس، عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك يا عمو؟ صباح الخير. عامل ايه؟ اتفضل يا معلم. اقعد. شاي بوسته وشيشه عنبه. بقول لكم يا شباب، الكيف عامل ايه معاكم؟ تمام قوي يا بوب، بس البروبلم في الكاشات. اه طب واللي يظبط لكم الكشافات دي ويجيب لكم احلى كيف؟ يبقى كبرنا وعمنا ونشيله على كتافنا. صح كده. بقول لكم يا شباب، هو القلب حديد؟ حديد 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 حديد. نفوت في الزلط؟ نفوت في الحديد. ماشي، انا عايزكم تشتغلوا معايا. اشتغل معاك؟ اشتغل معاك فيها طلعت. عايزكوا تبقوا رجال تسمع مني. بصوا، هتنزلوا لي على الجامعه، انا هجيب بضاعه 100 100 وبزياده، بس انتوا هتوزعوا لحبايبكم، ومش بس حبايبكم، حبايب حبوب حبايبكم. بصوا اسمعوا الكلام مني كويس، هتنزلوا على الشباب تشوفوا مين اللي معاه فلوس وتلزقوا له، واللي ما معهوش تجيبوه معانا لحد ما يبقى معاه، اللي ما بيشربش تشربوه وتهتموا بيه وتحبوه، واللي بيشرب خير وبركه، بس برضه تدعموه. اهم حاجه يا جدعان، عايزين نبقى احتال، عايزين نبقى كبار قوي في الصنف ده، عايزين ننتشر ونتوغل وننتشر ونتوغل ونتكيف احنا كمان يا معلم. احنا من ايدك دي لايدك دي. سلام، ده انت جات لنا هديه من السما، ده احنا كانت ظروفنا وحشه قوي. لا خلاص انسى موضوع الظروف ده، كان زمان ولا دلوقتي ما تقلقوش. مش قلبكوا حديد؟ حديد. قلبكوا حديد ولا ايه؟ حديده طلعت. تفوتوا في الزلط؟ نفوت في الزلط. ما تخافوش من الضبابير. ما بنخافش. ولا ولا انت من هنا يا كابتن؟ باشا انا طالب جامعي، واحنا كنا قاعدين بنذاكر انا واصحابي وكده، وعندنا امتحانات والله العظيم يا باشا. انا بسال على ميمس بتاع كرداسه، بيقولوا بيقعد على القهوه هنا. ميمس؟ اه يا باشا، بس دوت بتاع برشام، انت تعرفه؟ هو في حد ما يعرفش ميمس يا باشا؟ ده ميمس ده اشهر من اليسا. مين اليسا دي يا باشا؟ ما تعرفش اليسا؟ ده اشهر من ميمس بكتير. الاقيهم فين دلوقتي الاثنين؟ بص يا باشا، قول. ميمس مش لوحده. مين معاه؟ دي عصابة كبيرة قوي. ميمس؟ أيوه. أليسا زي ما قلت لك، هيفا كمان معاهم، وعمرو دياب. في ناس قالت لي إن تامر حسني معاهم. اجري يا باشا هاتهم. روح يا باشا، أنا ما قلتلكش حاجة، أنا ما قلتلكش حاجة. ها؟ نايم. سيبك كويس. بجد انت بهرتني النهارده، انا فرحانه بيك قوي، مش قادره اصدق المبلغ الكبير اللي انت اتبرعت بيه. كله عشان ليكم، وبعدين انت نسيت انني بقيت واحد منهم. بس بصراحه اللي انا مستغربه يعني ان انت من اسبوع واحد بس كنت هارس هام سلف. ايه مهدي الحقيقه، بس سبحان العاطي الوهاب. شكله ما يعرفش اهلي كويس. ايوه يا ابني، ده من اغنى اغنياء الصعيد. بجد؟ ايوه، عيله كبيره جدا. ربنا يقدرنا على الفعل ده. انت عارف الرسول بيقول ايه؟ اني وكف اليتيم كهاتين في الجنه. ربنا يصلح حالهم وحالنا يا رب. بس فعلا الاطفال دول ملائكه، ملائكه بجد. يا ولا هم ملائكه؟ ملائكه فعلا. يلا بس احنا جواب انت خوري. انا
هديه لو اي ما تختار هديه بقى. يا حبيبتي انا مش عايز هديه. امال انت عايز ايه؟ انت عارفه انا عايز ايه كويس. لؤي في ايه يا لؤي؟ برضه تاني وتالت ورابع وعشرين. طيب طب بلاش دلوقتي. امال امتى؟ لا انا اقصد بلاش نتكلم في الموضوع ده دلوقتي. اوكي ماشي يا ميكي. ايه يا لؤي انت زعلت؟ اه طبعا زعلت. لا ما تزعلش مني وممكن اطلب منك طلب. اتفضلي. يعني ممكن ما تتكلمش في الموضوع ده دلوقتي وبعدين نسيب الامور كلها تيجي لوحدها. ماشي يا ماجي لما نشوف اخرتها. ماشي. انا عايزك كل ما تشوفيني تحطي البرفيوم ده عشان بحبه قوي. حاضر. العب قوي. قبل اي حاجه تطلب لنا اتنين كبده بدل اللي ما عرفناش ناكلهم بسبب الهانم. يا عم اطلب كل اللي نفسك فيه. الحساب النهارده عند خالد بيه. وانت ما تدفعش ليه ان شاء الله؟ واحد زيك يعني بيشتغل في ثلاث اماكن مختلفه وبتقبض ثلاث مرتبات. اعوذ بالله اعوذ بالله. ما انا عارف ان انا مش هسلم من قرك. اعوذ بالله. انا بجد مش مصدقاك. انت ازاي تشتغل في جورنال مستقل وجورنال معارض واخر الليل تشتغل في جريده قوميه؟ يعني عايز يزود دخله. انت مش فاهم يا خالد، دي سياسه ودي سياسه تانية خالص. يعني ما ينفعش الواحد يروح يشتغل في جورنال الصبح يشتم في الحكومه وبعد الظهر يروح جورنال تاني يطبل الحكومه ويسقف لها. انت ما عندكش مبدا. انا ما عنديش مبدا؟ ايوه. انت اللي مش فاهمه حاجه. اولا انا بتمرن، ثانيا انا بروح ارسم لهم الكاريكاتير واكتب لهم التعليق الساخر عليه واسيبه لهم واخد فلوسي وامشي. انت مش متصالح مع نفسك يا احمد ومش عارف انت عاوز ايه من الدنيا. ابيض ولا اسود، رسم ولا كتابه، اطبل الحكومه اسقف لها ولا اشتم فيها؟ مشتت نفسك في مليون حاجه ومش هتنجح في ولا حاجه. يعني انت شايفه كده؟ ايوه. انت شايفه كده؟ ايوه. وانت شايف ان احنا نجيب ثلاثه كبده اسكندراني وثلاثه فخفخينه ونفض الاشكال ده ولا ايه؟ يا مات الو. الو ايه طلعت انت فين؟ انا مش شايفاك يا ابني. يا بنت انت اللي فين؟ اهو شفتك اهو شفتك. اقفل. ايه دودو في ايه؟ مش ابو طالب الجنين اللي انت فيه ده؟ اصل انا بصراحه مش طايقه البت اللي اسمها سهام دي، خلاص مش طايقاها، وبعدين انا بقى معايا فلوس كتير، اقعد في المكان اللي يعجبني يعني. يعني انت عايزاني اشوف لك شقه وقتي؟ اه انا عايزه اقعد لوحدي بصراحه. ما برضو انت مش هينفع تقعدي مع خالد. بصي في واحد سمسار صاحبي واد مجدع قوي، ممكن نهبق عليه دلوقتي، هيظبطنا. تمام. اه انت انت منه لله الدكتور اللي حاسبك على صنف الستات. يا سلام. ماشي يا طالع. بهزر يا دودو. ليه؟ احسن يا شيخ ما تفسكر لنا حاجه عدله. انت لسه قافش عليه؟ وهفضل كده على طول، ولساني كمان عمره ما هيخاطب لسانه. ومن فضلك لو سمحت ما تفرضوش علينا، فاهم؟ بالظبط كده. خالد السلام عليكم. عليكم السلام. هو ماجد ما جاش ولا ايه؟ هو ماجد فاضلنا؟ ده زمانه طاير، زمانه بيغرد مع العصافير. بقول لك ايه يا خالد؟ أنا خدت شقة مفروشة على فكرة. سام قالت لي إن أنت سبت السكن معاه. بس بيني وبينك مش طايقاها، طلعت مقلب. والله وأنا كمان مش طايق الشقة بتاعتي. كارهها. بقول لك إيه، ما تيجي ناخد مكان نعيش فيه ونجيب لك شقة جنبينا عشان نبقى سند. والله فكرة. دي فكرة هايلة كمان، عشان نبقى كده كلنا جنب بعض وما نقعدش ندور على بعض، ولو عاوزين نعمل أي حاجة يعني ما حدش يركز معانا. طب بعد اذنكم يا جماعه. سهام انت رايحه فين؟ انا بقول القعده كده بقت الطف. استنى يا سهام انا جاي معاك. حابه تتجه دلوقتي؟ يا سلام لايقين على بعض جدا. مين اللي لايقين على بعض؟ طب تعالى نعمل واد ده بيفكرني بخيال المئات عندنا في الغيط. لزقك ما بحبوش. تعرف اي واحد هيتجوز البنت سهام دي هيطلقها بسبب الواد ده. ربنا ينتقم منه. يا رب. يلا عشان نلحق معانا النبي. طب يلا سلام يا شباب. سلام. ايه المساخه اللي انت عملتها امبارح دي؟ كيف تسيبني وتمشي؟ ابدا يعني سبتك توشوش الست دينا بتاعتك. لا انت بالله العظيم انت عبيط. يا بنت دي واحد صاحبي. لا 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 بصراحه يا خالد انا اتفاجئت.
يعني ايه تبقى اسهام واقفه معاك وتعمل الحركه دي؟ خليك محضر خير، ما تزعليش مني، انا اسف. طيب عشان خاطر عماد يعني انسى الموضوع ده خالص. عشان خاطر عماد بس؟ طب رايحين فين بقى؟ عندنا ندوه شعريه. بقول لك ايه، يلا بينا عشان نلحق ميعاد الندوه، اللات والعجم ده مش هينفع. استنى يا سهام، طب قولي لي الندوه دي فين وامتى؟ انا بس عندي كم مشوار كده عشان بحاول اخد شقه انا والعيال صحابي، عشان عايز اذاكر والتزم عشان اكون عند حسن ظن. بجد؟ بجد لو بدات تفكر بالطريقه دي يبقى انت خالد اللي انا عايز اعرفه. بجد يا سام؟ ايه يا ابني انت لازقه؟ يلا. تنسيش بقى اللي اتفقنا عليه. ها الايه؟ البرفيوم؟ برفيوم انت تاني؟ انت تاني؟ ايه بس يا لؤي؟ اللي اتفقنا عليه بقى يا ماجي، مش عايزين نضيع وقت. افكر بس بمزاجي. كل حاجه هتبقى بمزاجي، مفيش حاجه هتبقى غصب عنك. خلاص يبقى كده اتفقنا. ماشي يا قمر. باي باي. باي. بس اهم حاجه انها تكون شقه كبيره وواسعه وتكون قريبه من الجامعه. يا عم قريبه من الجامعه بعيده من الجامعه؟ ما احنا كل يوم بنيجي من اخر بلاد المسلمين. انتوا بتتكلموا في ايه؟ هنتكلم في حوار اننا ناخد شقه مع بعض. ومنها نحط فيها الفلوس. ومنها نبقى مع بعضي. وعلى فكره ماجد هيجي يقعد معانا. كويسه الفكره دي. اعملوا حسابكم ان انا هبقى معاكم. ايه؟ تقعد معانا ليه؟ هتسيب بنت امك ليه يا ابن الاكابر؟ يا اخو ما عايزه تتجوز، وانا بصراحه مش عايز اعيش مع جوز امي. خلاص يا عم ما تشيلش هم، ما تضايقش نفسك، هات امك وجوز امك يقعدوا معايا وروح انت اعمل ايه. يا سلام يا خفيف. وبعدين يا عم هتبقى مكنة نحط فيها فلوسنا وحاجات. بس لازم بقى تلاقوا شقه شيك، مش زي الشقه اللي كان قاعد فيها الاستاذ خالد. تلم نفسك جدا انت، عشان امك هتتجوز عملت بجح. بس يا عم انت وهو بقى احنا كل مره نتخانق. بص احنا لازم نسكن في عماره واحده مع بعض. وعلى فكره دينا عايزه تسيب الشقه اللي هي خدتها الجديده، زهقت منها وهتبقى تحت عينينا، ناخد لها شقه في نفس العماره. ولو عايزين تظبطوا الكلام على حق ويبقى كلام اصلي، نهي بقى انا وخالد على طول ونظبط معاك كلام ونهي اقرب من كرداسه. ها حسب يا بغل. ازيك يا حاج مهدي؟ اهلا وسهلا. أني همشي من الشقة بتاعتك الليلة. الله 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 الله، إيه بس كده؟ في حد ضايقك؟ لا محدش ضايقني ولا حاجة، بس أنا لقيت مطرح قريب من الجامعة ومطرح أكبر من مكانك شوية. طب لو كان كلامي ضايقك ما تزعلش، أنا زي أخوك الكبير. يا عم ما ضايقنيش ولا حاجة، أنا عايز أمشي، عايز الخمس شهور اللي عندك عشان أمشي. آه طيب، بس أصل أنت فاجئتني. وأنا جاي أطلب إيد بنتك، إيه فاجئتك بإيه؟ أنا عايز الخمس شهور اللي عندك عشان أمشي أديهم للراجل بتاع الشقة الجديدة. طيب طيب، بس أما أرجع من الصلاة. صلاة إيه؟ مفيش موعد صلاة دلوقتي. انا عايز الفلوس بتاعتي لصور قتيل هنا. طيب لو عايز تقعد وتدفع الايجار بالشهر. يا عم انا معيش ادفع بالزفت، انا عايز فلوسي دلوقتي. طب خلاص انت بتزعق ليه؟ ما تزعقش، تعال خد فلوسك. انت راجل غريب. انت حاجه مش سنة كم قرن؟ أنا مسافر على طول. يا حزني مسافر على طول؟ ليه؟ وأنت مش مرتاح ولا إيه؟ الشقة ريحة تقيل علي. ريحة تقيل؟ اخصى عليك ويهون عليك العشرة والعيش والملح وبلبل. بلبل؟ بلبل مين؟ أنا نبيلة، ما هم بيدلعوني ويسموني بلبل. طب يا ست وأنا داخلة إيه؟ يدلعوكي ولا يدفنوك؟ أنا داخلة في القصة دي. طب مش يمكن حد من الأوباش اللي ساكنين في العمارة مضايقك؟ أنا نط في كرشه على طول، أنا أتفهم معاه. يا ست أنا اللي هيضايقني هقطع خبره على طول، مش هجيلك.
يلا في رعاية الله، أشوف وشك على خير. خليك هنا، خليك وبلاش تسافر. ها ايه رايكم؟ شقه سوبر لوكس، تكييف وتليفون وتلفزيون ودش، كامله من المجاميع. الله حلو. طب وايه السلم ده يا عمو؟ السلم ده بيطلع على الشقه اللي فوق، بس عليها باب حديد، والشقه اللي فوق على فكره فاضيه، يعني لو اي حد فيكم عايزها انا تحت الامر. والشقه دي فيها كام تواليت؟ كام تواليت؟ مالك يا ابني، هتحتاج اكتر من واحد، نعمل بيهم ايه يا ابني؟ انا كنت قاعد في فيلا فيها 5 تواليت، تلاقيهم كانوا بيعملوها في كابانيه واحد. كلام بيئه بقى، مش عايز بدل ما اعملها معاك والله. بس بقى عايزين نعرف احنا جايين نعمل ايه. ريح نفسك، الشقه دي فيها حمامين كويس، رضا وعهد الله 100 100، ولو واحد حلو برضه. الشقه عجبانه يا عم يسري، وعايزين دلوقتي نقعد نمضي العقود، بس انا عايزك يعني تبقى حنين معانا شويه. عينيا للشباب. بقول لك يا مستر يسري، ايوه، واحنا طالعين يعني ما لقيناش بواب، هي العماره دي ما فيهاش بواب ولا ايه؟ لا 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 فيها، بس تلاقيه راح بس يجيب كده شويه حاجات للسكان. خد بالك احنا طلب. ما انا عارف، وجايين الشقه دي عشان نذاكر برواق، يعني ساعات بنروح نجيب مذكرات، ناس بتجيلنا، بنروح لناس، فهمني انت؟ بقول لك يا عم يسري، انت راجل شكلك فهيم كده وشواف. بص يا برنس، احنا عندنا اخوات بنات زي اي حد، اكيد الناس دي هتيجي، حاجات طالعه، هم بيدونا حاجات، احنا برضو بنحتاج ناخد منهم حاجات، المهم مش عايزين اي عوائق في الطلعه والناس دي من البواب. ريح نفسك، عم حسنين راجل كبير، اول ما بيخش الليل عليه بيدخل اوضته وينام، والصبح بيتمشوا في طلبات السكان، وبعد كده يا سيدي بيظبطوها انتوا يعني. ماشي. لا مؤاخذة بقى بهوات، أنا باخد شهر مقدم وشهر تأمين. ما تقلقش من الموضوع ده، خدوا التبس ده من عندي، يلا ظبط نفسك. أيوة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا بابا؟ عامل إيه؟ وحشني أوي، وحشني يا حبيبي. وأنت بتقول إيه؟ إزيك يا حبيبي؟ وحشني. إزيك يا حبيبي؟ حبيبة قلبي، حبيبة قلبي. إزيك يا أمي؟ عاملة إيه؟ عاملة إيه؟ وحشتيني، مفتقدك أوي أوي أوي. إزيك يا حبيبتي؟ تعالى اتفضل. اتفضل اتفضل يا بابا، اتفضل. خش يا حبيبي، خش. ألف الحمد لله على السلامة. ليك وحشة يا واد. وأنت كمان يا بابا والله. عامل إيه يا إيهاب من غيرنا؟ أهو وحيد طبعًا. ليه ما قلتليش اجي اخدكم المطار؟ ابوك يا سيدي مش عاوز يتعبك. معقوله اتعب وانا جاي لاغلى الناس؟ ربنا يسعدك يا ابني، واشوفك دايما كده رب في اعلى المراكز. كل ده بفضل دعواتك وتشجيعك ليا. ده انا دعيت لك دعاء وانا في الكعبه يا ايهاب يا ابني، يا رب يجعله من حدك ومن نصيبك، بس ناقص حاجه واحده بس. فوزيه ما تدوريش وتلف على الواد، الواد عارف مين عروسته وامتى هيتجوزها ولا ايه يا ايهاب؟ بصراحه يا بابا انا ما بقتش افكر في الموضوع ده دلوقتي، خصوصا بعد ما اختلفت انا وسوها، يعني ما بقاش عندي رغبه لفكره الجواز. ليه يا ايهاب يا ابني؟ ده انا دعيت وانا في الكعبه ان ربنا يديني الصحه لحد ما اشيل ولادك. عمره مقبول ان شاء الله. هي اجازتك تنتهي امتى يا ايهاب؟ انا مسافر بكره واحتمال اغيب شويه. ياه بسرعه كده؟ طب استنى بس لما اطلع الكاميرا اللي انا جايبها مخصوص عشان اصورك بيها. اصلك بتبعد عني يا هاب، بحب دايما اشوفك قدامي كده وانت في اخر حلقاتك، اصلك بتوحشني قوي يا هاب. ازيك يا مينكو؟ ازيك عامله ايه؟ انا كويسه. قولي الجديد عندك؟ يعني ابتديت اكتب شويه حاجات اهو، يعني يا مسهل. طب كويس، انا عايزاك دايما نفسك تكون مفتوحه، على فكره ده هيفرق معاك كتير. مش عارف اقول لك ايه، بس يعني انا بجد نفسي اتفتحت قوي على الشغل، مش بس على الشغل، على الحياه كلها. طب ما تفتحهاش قبل تاخد برد. طب انا يظهر جيت وقت غير مناسب، معلش انا اسف. طب استنى بس، ما قلتليش ايه الجديد يعني؟ انا كتبت حاجه كده يا رب تعجبك. سمعني. بجد مالكش حق، اوعى تقولي لا. تهييس وهزار، كلام بطال، قشطه تمام، ده احلى كلام. تخش لي جد اقول لك لا، بجد بجد مالكش حق. تقول لي كورنيش سميت قراقيش اقول لك لا مالكش حق. اعيش في كافيه عاجبني يا بيه، تقول لي البيت اقول لك لا، بجد بجد مالكش حق، اوعى تقول لي لا. ايه حلو؟
حلوه بس عجبتني، هايله جميله جدا وموت. وعلى فكره بقى ده اللي ماشي مع الشباب اليومين دول، ودي هتفرقع جامد قوي. بس عايز لها كده ملحن يعمل لها لحن مطرقه، وهجيب لها احسن موزع في مصر. يعني بجد عجبتك؟ عجبتني. عجبتني ايه؟ عجبتني موت، لدرجه كمان الفلوس دي بقى من نصيبك اهي طالعه لك، علشان انا هشتريها وادفع ثمنها دلوقتي. امسك. لا 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 لا، هديه. خديها هديه. هقبل هديه، بس برضه ما حدش يرفض ثمن ابداعه، والفلوس طعمها حلو. طيب ماشي، ما رجع علي. ليديز فيرست. اسم المكان؟ على فكرة أنا كلمت الناس في برنان الأمل معانا عشان تشتغل وتبدأ التدريب على طول. طب وابدأ التدريب ليه؟ ما اشتغل على طول، أنا مفلس يا سهان. يا حبيبي أولاً التدريب عشان تعرف أنت هتشتغل ايه، ثانياً اوعى تفتكر إن مهنة الصحافة دي أصلاً هتجيب لك فلوس. يبقى بلا أحسن، أمال اشتغل ليه؟ بلا تدريب وبلا صحافة. خالد أنت محتاج فلوس؟ محتاج كام؟ لا متشكر. وبعدين يعني ما باخدش فلوس من حرمة، حتى لو أموت من الجوع. حرمة؟ طب يا اخوي انا غلطانة. ايوة غلطانة، ما تكررش الكلمة دي تاني. على فكرة انت دماغك متحجرة اساسا. بقول لك ايه، البنت دينا فين؟ مش عارفة، بقالي مدة ما اعرفش عنها حاجة. عمال اكلمها تليفونها مكفوف. طب مين اللي يعرف اكلم مين؟ اكلم الواد ماجي. الو، ايوه خالد. ايه في ايه؟ في ايه؟ لا معرفش دينا فين، ومعرفش قافله تليفونها. ايوه معرفش انها قافله تليفونها، معرفش قافله ليه اصلا. يا عم اهدى شويه وهتفتحه. يا عم شويه هتلاقيها بتكلمك. بقول لك ايه، انا مشغول دلوقتي، هكلمك تاني. يا ابني انا ما هاجرتش، ما انا قاعد اهو، ما انا هنا. طيب خلاص هخلص واجيلك. يلا سلام. ما تبقاش رزل بقى، ما تبقاش رزل يا تيت يا دي. سلام. ده صاحبك؟ اه. عايزك تعزم كل اصحابك يوم الخميس الجاي هنا على حفله عيد ميلادي. ايه ده، كل سنه طيبه. شفتوا عمرو دياب هيعمل مسلسل جديد في رمضان اللي جاي وهياخد 40 مليون. ايه يا بنتي الاخبار القديمه دي؟ ده انا قاريه من اسبوع. تعرفي بقى ان تامر هيعمل مسلسل ياخد 80 مليون جنيه؟ ايه ده؟ ايه الارقام المستفزه اللي انتوا بتقولوها دي؟ بس عمرو نجم كبير وهيكسر الدنيا. طب ما تموره كمان زيكي، كل الناس بتحبه، مفيش وجه مقارنه. شفتوا اللي حصل في الدويقه؟ صخره وقعت دمرت 8 بيوت، ناس ماتت وناس تحت الانقاض لحد دلوقتي ما يعرفوش عددهم. جرى ايه يا جماعه، احنا مش هنذاكر ولا ايه؟ انتوا نسيتوا ان احنا عندنا امتحانات؟ انا ذاكرت لحد دماغي ما قفلت. احنا لازم نشوف اللي بيحصل ده، ولازم يبقى لنا في موقف يا جماعه. ومين اللي معاك يا عشات يا سهام؟ عماد. يا ساتر، تحس ان هو بغبغان بيكرر كل كلمه بتقولها سهام. بصراحه بقى انا مع رانيا في اللي هي بتقوله. بيقول لك واحد صعيدي داس على واحد فيومي صوصه. كان ايه عندك طلبين يا نجمه النجوم؟ انت تمر. الطلب الاول اللي انت تعمل لنا دويتو مع حجازي متجاد. تضحك ليه انت؟ ويعني تعمل لنا كليب صعيدي، شكلك بالملس الاسود يبقى زي القمر. وبالملس الاسود. لا 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 لا، ايوه صح، انت كلامك مظبوط. وبعدين تمسكي بقى اللي بيسموها ايه، الزرعه وتمشي على الترعه بقى، ويبقى كليب مع صعيدي. اسمه البلاص يا بلاص. يعني انت خرب موضوع البلاصي بقى، انت اللي هتكتب البلاص ده بقى. طيب يكتب ايه؟ ده اللغه الثانيه عنده عربي وما عندوش لغه اولى اصلا. والنبي يا فنانتنا، انا كل صاحباتي بيحبوكي، ما لهمش سيره يا اختي غيرك في الكباريه. ايه ده؟ يلا نسوي. هوبا. مش التخانق ولا ايه؟ لا لا عادي عادي. وبعدين ياسمين يعني نجمه وبتتعامل مع كل الاشكال. عمي شويه. فيري كول. ما قلتليش انت اسمك ايه؟ جهاد محمد علي الشحات، الشهيره بسوسو. علينا سلام. عادي اخوة حلوة قوي يا جماعة، بس أنا منكم تعالى يا ماجد أعرفك على منتج الألبوم اللي جبته. الله 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 يبارك لك. أنت كلمتني. نزل الحاجات دي نزل. حبيبي. حسام بيه. مساء الخير، إزي حضرتك؟ ماجد مؤلف أغاني، بس حاسة معانا أنا هكون حاجة تانية خالص. علشان روحك شباب هتحققي معاه حاجات كتير قوي.
خلي بالك من نجمتنا، لو كتبت حاجة وما عجبتهاش هزعل منك. اللي انت صحيح عندك كم سنة دلوقتي يا ياسمينة؟ هو ده سؤال بقى بيتسال دلوقتي؟ تحب تشرب ايه؟ انا بشرب اخر الليل. طب ما تيجي نطفي الشمع بقى، يلا بينا؟ اعمل مكالمة وحصلها. طب يلا 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 يا يا ابن النصابة يا ابن النصابة. ولا مكتوب على وشي هفا، يلا مكتوب على وشي هفا. لا تسرق بضاعة العمر، تسرق بضاعة العمر، تسرق وش العمر يا ده كل اللي وراه واللي قدام يا. بص يا وعهد الله تقب وتغطس، يا تجيب الفلوس يا تجيب البضاعة، يا إما أقسم بالله العظيم رقبتك. أنت مش عايز تصدقني ليه يا طلعت؟ في إيه يا عم؟ حد كان قاطرني يا سيدي، ويظهر انهم كانوا مبلغين عني. اول ما طلعت على ناصية الشارع لقيت ثلاثة طلعوا عليا، كنت فاكرهم ناس عاديين، طلعوا مغبرين، والظابط كان واقف الناحية التانية، رميت البضاعة وجريت. ده فيها تأبيدة يا زميلي، يعني اضحي بحياتي عشان كم كيس حشيش؟ كم كيس حشيش؟ كم كيس حشيش يا غبي؟ ده شقى عمري، ده كل ما املك يا حيوان. بص يا وعهد الله يا اما تجيب حاجة يا اما تجيب الفلوس. في ايه يا عم؟ في ايه يا سيدي؟ في ايه يابا؟ هو انا هقف قدام البوليس كمان؟ تعالى اوديك للظابط اللي خد مني الحشيش. يا حاجة يا حسونة، لو تبعتلي منهم 18 نسخة انا اوريك برضه يا حسونة الكلب. العدل فين يا محكمة؟ عالارض ولا في السماء؟ حاوتنا واحنا الابرياء، احنا اللي ضعنا في زمانكو واللي انتشر فيه الرياء. كبير عن الحق دعمة، وصغير على الارض درمة. كبير عن الحق دعمة، وصغير على الارض درمة. العدل قامت ثورته والظلم زالت دولته، العدل قامت ثورته والظلم زالت دولته، وبكرة يا ما نادت عليك يعني غني. وبالمفيد المختصر ردينا لعيوننا البصر والشعب على الكلمة. كل عمله بكرة وصل ما أجمله، لكن بلاش تتفتتوا.